السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثالث المندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. دائما قبل قراءة النص نبدأ بأسئلة ما قبل القراءة. أتهيأ للقراءة، أذكر أهم الآلات الموسيقية التي أعرفها، الوترية والإيقاعية وآلات النفخ الهوائية. إذا الآلات الوترية: العود، القانون، الكمان، القيطار، الربابة. الآلات الإيقاعية: الدف، الرق، الطبلة، الطبل. آلات النفخ الهوائية: الناي، المزمار. إذا الآلات الوترية: العود، القانون، الكمان، القيطار، الربابة. الآلات الإيقاعية: الدف، الرق، الطبل، الطبلة، الطبل. آلات النفخ الهوائية: الناي والمزمار. لا ألاحظ وأتوقع، ألاحظ الصورة وأقرأ العنوان ثم أكمل بما أراه مناسب. إذا في الصورة مجموعة من الآلات الموسيقية: النفخية، الوترية، والإيقاعية. إذا عنوان النص قيمتها فيما تبدعه من أعذب الألحان. إذا قيمتها فيما تبدعه من أعذب الألحان. إذا نقرأ النص. قيمتها فيما تبدعه: قبل انطلاق الاحتفال وقفت مجموعة الآلات الموسيقية تستعد لتقديم وصلتها الفنية. قال الطبل لزملائه: أجدر بنا أن ننظم أنفسنا، ومن الطبيعي أن أقف في المقدمة لأن صوتي الجوهري وضرباتي المجلجلة تشد الناس وتجذبهم للاحتفال، وأنت أيها الدف وهذه الطبلة قفا ورائي مباشرة، فأنتما من أولادي ولا أتخيل نفسي بعيدا عنكما. أما بقية الآلات فليرتبوا أنفسهم كما يشاءون. أخذت الآلات الوترية مكانها. وقف الكمان والعود والربابة خلف آلات الإيقاع. أما الناي الذي يمثل آلات النفخ الهوائية فلم يكترث لوجوده أحد، وما بقي له إلا مؤخرة الفرقة. أسف لوضعه فحدثته نفسه أن يشكو أمره إلى الطبل، عله يرأف بحاله ويرفع عنه الظلم، عنه ما لحقه من ظلم. يا رئيس الفرقة الموسيقية، أيها الطبل المبجل، هل يرضيك أن أقف في آخر القوم؟ أرجو أن تنصفني وتحكم بالعدل في مظلمتي. قهقه الطبل ملء شدقيه وقال: كلامك غريب أيها الناي الهزيل، انظر إلى شكلك، فما أنت سوى عود من القصب المثقوب. قامتك القصيرة وقوامك الضعيف لا يليقان بالمقدمات، التحق بمكانك، فالأولوية للأحجام الكبيرة والأصوات الصاخبة. تضاعف حزن الناي فانكفأ على نفسه يحدثها بصوت شجي: صحيح ما قاله عني، لكني أصدر أعذب الألحان التي تجعل أقصى القلوب تفيض حنانا. وقف الناي في آخر الصف وانطلق مع بقية زملائه في انسجام، يصدحون بأداء مميز، لكن ضجيج الطبل كان طاغيا عليهم. وكلما عزفت الفرقة الموسيقية تعالت عبارات الثناء: أحسنت، أداؤك رائع، لقد أطربتنا. ظن الطبل أن الإطراء موجه إليه، فزاد من قوة ضرباته، فضحك الناس وتغامزوا فيما بينهم ساخرين: نحن لا نقصدك أيها المتعجرف، فصوتك قد أزعجنا. سأل الطبل منزعجا: ومن تقصدون بمديحكم إذن؟ إن ثناءنا موجه لذلك الذي احتقرته، فمن سواه يريح أعصابنا ويهدئ مزاجنا، فقيمة أحدكم عندنا بما يبدعه من ألحان لا بشكله. فما كان من الطبل إلا أن غضب فانفجر غيظا وتمزق. أفهم أحلل؟ أحدد معاني الكلمات بحسب سياقها في النص: المجلجلة شجي، المتعجرف غيظا. إذا
مجلجلته القوية، شجي حزين كئيب، المتعجرف متكبر ومتغطرس، غيضا استياء. أختار الصفة التي أفضلها وأعلل اختياري. إذا أختار الموسيقى الهادئة الصاخبة أم الشعبية؟ إذا أختار الموسيقى الهادئة. إذا لماذا؟ أختار الموسيقى الهادئة لأنها تساعدني على الاسترخاء والتخلص من التعب. إذا أختار الموسيقى الهادئة لأنها تساعدني على الاسترخاء والتخلص من التعب. بما أمر الطبلو بقية الآلات الموسيقية؟ إذا أمر الطبلو بقية الآلات الموسيقية أن يرتبوا أنفسهم كما يشاءون. أمر الطبلو بقية الآلات الموسيقية أن يرتبوا أنفسهم كما يشاءون. ماذا فعل النايو حينما وجد نفسه في مؤخرة الفرقة؟ إذا شكى النايو أمره للطبل حين وجد نفسه في مؤخرة الفرقة بغية إرضائه وإنصافه. إذا شكى النايو أمره للطبل حين وجد نفسه في مؤخرة الفرقة بغية إرضائه وإنصافه. السؤال الخامس، لماذا اعتبر الطبل الدفة والطبلة من أولاده؟ إذا اعتبر الطبل الدفة والطبلة من أولاده لأنها آلات إيقاعية مثله. لأنها آلات إيقاعية مثله. أحدد الوضعية المناسبة، وضعية مدح، وضعية استعطاف، وضعية تكبر لقائل كل عبارة. الطبل. إذا الأولوية للأحجام الكبيرة والأصوات الصاخبة. إذا هذه وضعية تكبر. الناي، أرجو أن تنصفني وتحكم بالعدل في مظلمتي. إذا الناي وضعية استعطاف. الجمهور، أحسنت أداؤك رائع، لقد أطربتنا. إذا هذه وضعية مدح. أركب وأقوم، ألخص النص في ثلاث جمل مفيدة. إذا قامت مجموعة من الآلات الموسيقية بالاستعداد لتقديم وصلة موسيقية فنية، وكان يترأسها طبل متغطرس الذي قلل من قيمة ودور الناي وجعله يقف في آخر الصف، لكن الناي عبر عن حزني بأعذب الألحان التي أثنى عليها الجمهور وأعجب بها. إذا قامت مجموعة من الآلات الموسيقية بالاستعداد لتقديم وصلة موسيقية فنية، وكان يترأسها طبل متغطرس الذي قلل من قيمة ودور الناي وجعله يقف في آخر الصف، لكن الناي عبر عن حزنه بأعذب الألحان التي أثنى عليها الجمهور وأعجب بها. إذا السؤال الثاني، أتقاسم مع زميلاتي وزملائي في الفصل ما أثر إعجابي في هذه القصة مع التعليل. إذا هنا ما أثر إعجابي في هذه القصة؟ أثر إعجابي في هذه القصة موقف الناي، فبالرغم من تقليل الطبل من دوره استطاع إظهار قيمته وجعل جعل من حزنه ألحانا عذبة لاقت استحسان الجمهور وجعلت منه متميزا. إذا أثر إعجابي في هذه القصة موقف الناي، فبالرغم من تقليل الطبل من دوره استطاع إظهار قيمته وجعل من حزنه ألحانا عذبة لاقت استحسان الجمهور وجعلت منه متميزا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.